مياه الشرب في بغداد نصفها ملوثة، أسباب جعلت من مياه الشرب غير صالحة حتى للاغتسال. ضعف شبكات تحلية المياه بالإضافة إلى المخلفات العضوية والطبية التي ترمى في النهر رفع من نسبة التلوث في نهري دجلة والفرات، خاصة وأن أغلب الدوائر الصحية هي من ترمي بمخلفاتها في النهر. الرمي أولا مياه المجاري للأسف مباشرة في يعني نهري دجلة والفرات، يعني هذا أدى طبعا إلى زيادة هذه المواد، وبالتالي مع قلة منسوب المياه ازداد تركيز هذه المواد السمية. عدم معالجة مياه الصرف الصحي بشكل صحي صحيح أدى إلى تلوث المياه، وهو ما أثر سلبا على الصحة العامة والبيئة. ما تقوم به وزارة الموارد المائية بتشخيص حالات التلوث يتم رفع كتب رسمية إلى وزارة البيئة لغرض الحد من هذه الملوثات. وتتزايد التحذيرات في العراق من خطر المياه الملوثة على الصحة العامة، مسببة في ذلك انتشارا كبيرا للأمراض والأوبئة، وخاصة الأمراض المعوية والجلدية. مهدي غريب، وان نيوز، بغداد.